لكي لا يسقط. او ماي جاد او جاد سقط. او ماي جاد او جاد. السلام عليكم يا احلى زهرات. في هذا الفيديو سوف اجرب مزين اظافر اول مرة امام الكاميرا. سوف اجرب هذا المنتج لانكم انتم اخترتموه. لقد تركت لكم بوست في الانستغرام وانتم اخترتم هذا. للاطلاع على الاخبار اكثر ومعرفة جديدي تابعوني على الانستغرام، اسمه اسيل سيل، وساضع لكم رابطه تحت في صندوق الوصف. واذا كنتم من محبي هذا النوع من الفيديوهات، اشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر سبسكرايب مع تفعيل زر الاشعارات، ونبدأ الفيديو. كما ترون هذا هو المنتج، اشتريته لأجربه معكم بعدما اخترتموه أنتم في الإنستغرام. قبل أن أبدأ أريد أن أريكم على ماذا يحتوي. يحتوي على عدة ألوان أو أنواع جليتر كما ترون هنا. هذه هي الجليترز، تأتي في قارورات صغيرة زجاجية بهذا الشكل. هذا أزرق يأتي على شكل دوائر. أوبس. وهذا سمو على شكل نجمات. وهذا أيضا على شكل نجمات وردية. هذا جليتر وردي حبيباته صغيرة جدا. هذا جليتر متنوع الألوان لكن أغلبها عنابي أو أحمر داكن وأزرق، وحبيباته غليظة. والجليتر الأخير لونه عنابي أي أحمر داكن وحبيباته صغيرة جدا. وأيضا يوجد هنا مبرد لنبرد به الأظافر أو الأظافر الاصطناعية. وهذا عود خشبي لنخرج به الجليتر من القارورة. وهذا اللصق الخاص به لنلصق به الجليترات على الأظافر الاصطناعية. اسم المنتج نايل آرت ديكوريشن كيت. هو في الحقيقة يجب أن أستعمله على الأظافر الاصطناعية، لكنني أنا استعملته على أظافري الحقيقية، لذا قبل كل شيء صبغت أظافري باللون الأبيض لتبرز الألوان جيدا. وأيضا لكي أخبئ هذا الظفر المشوه بصبغة التصويت والمشكل الكبير. وهكذا سأدعه يجف وأقوم بالطبقة الثانية. والآن وضعت الطبقة الثانية وتركته يجف. وبعدما جف جلبت اللصق أو طلاء الأظافر الشفاف. هذا طلاء أظافر شفاف لكنه مات أي مطفي، لهذا يبدو هكذا. جربت في الأول اللصق، استعملت هذا الجليتر أولا. لكنني جربت فتح اللصق بمقص صغير في الأول لكنه تكسر. في المرة الثانية جربت الدبوس ولم أستطع فتحه. بعدها قصيته بمقص أكبر.
لكنني وجدته في الأخير جاف، لذا استعملت طلاء أظافر شفاف. عندما استعملت الشفاف قبل أن يجف نثرت عليه الجليتر الأول، لكن بالعود لم ينثر لي الكثير، لذا نثرته مباشرة من القارورة على إصبعي. من ثم كنت راح أعدله بإصبعي فأفسدته، ولما أضفت له الطلاء الشفاف أفسدته أكثر. من ثم نثرت الجليتر وكانت كمية كبيرة وصار يبدو غليظ على ظفري. وكان من المفروض أني أضع شيء من الأسفل لاستعادة وإرجاع الجليتر الزائد والضائع للقارورة، وهذه هي النتيجة. أوبس. والآن لما أردت أن أجرب الثاني وجدت أن الطلاء الشفاف صار يحتوي على حبيبات الجليتر الأول لأنني أعدت فوقه، صار مثل هذا النوع. أظن أنه من الأفضل أن نفرغ الجليترات الرقيقة في طلاء الأظافر الشفاف أفضل. والآن وضعت الثاني، لكنني نسيت أن أضع ورقة من الأسفل لأجمع الجليتر المتساقط. أحضرت هذه الورقة لكن أوبس، لكن هذه الورقة مثقبة وتلتصق فيها الجليترات. بعدما أكملت الثاني جلبت ورقة عادية الجليتر الثالث، كان جيد لكن الفيديو ضاع. أعتذر، الكاميرا لا تظهره جيدا. وكنت مسحت الإصبع الأول والثاني، أعدت الأول والثاني بالطلاء الأبيض مباشرة، لم أستعمل الطلاء الشفاف. أحسست بصعوبة كبيرة مع هذه الجليترات، لكن صار أفضل من الأول. جربت أرجع حبيبات الجليتر إلى القارورة، لكني كنت قلقة ذلك اليوم، لذا أفرغت نصفه خارج القارورة. ثم في الإصبع الرابع استعملت النوعين من النجوم، ولما أحببت أن أثبته أكثر بالطلاء الشفاف خربته أكثر لأن الطلاء مات وليس شفاف 100%. استعملت النجوم الثانية بهذا الشكل بطريقة عشوائية لأني صرت قلق.
ثم استعملت الجليتر الأخير وهذا هو الشكل. أعلم أن الأشكال والنتيجة كانت غريبة، لكن ربما استفدتم من التجربة واستمتعتم. إذا أحببتم أن أجرب لكم أي منتج اكتبوا لي عنه في خانة التعليقات. مع السلامة حبيباتي.